أهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى. إذن أكدت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن الطائرة التي تحطمت مساء أمس قرب موسكو، رغم أنه لم يصدر بعد تأكيد رسمي بذلك من السلطات الروسية. وقد تحطمت الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليغاسي قرب قرية كوجينكوينو بمنطقة تفير شمال موسكو بعيد إقلاعها باتجاه سان بطرسبورغ. وحسب مصادر روسية فإن بريغوجين عاد للتو من رحلة لأفريقيا، وكان قد ظهر قبل يوم في مقطع مصور حاملا بندقية في صحراء. وأكدت مصادر رسمية روسية بينها هيئة الطيران المدني أن بريغوجين من بين الأشخاص 10 الذين كانوا على متن الطائرة ولم ينجو منهم أحد. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي في الاستوديو الأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي. أستاذ ياسر أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أستاذ ياسر، إذا لم تكن هذه ضربة لقائد مجموعة فاغنر وفقط، وإنما أهم قادة مجموعة فاغنر، برأيك هل هذه الحادثة بها يد بوتين ورائحته أو لا؟ طبعا للوهلة الأولى الواضح من الأمر هناك حادثة مدبرة، يعني ليس من المنطق أن نقول أنها بالصدفة جرت هذه الحادثة، لا بالتوقيت ولا بالأشخاص الذين تم استهدافهم. أعتقد أن صاحب المصلحة الأساس في هذه العملية هي يعني إما وزارة الدفاع الروسية أو الكرملين، يعني بأن واحد نستطيع أن نقول كلا الطرفين هم صاحب مصلحة. بوتين يصدر رسالة إلى كل من تسول له نفسه أنه يستطيع أن يقوم بانقلاب أو زعزعة أمنية أن سيكون مصيره مصير يفغيني بريغوجين. الأمر الثاني، بوتين يعني يعبر بشكل واضح وجلي بأنه إنسان لئيم، يعني لن يغفر في هذه الأمر، وهو قالها قبل ذلك بصراحة أنه يعني يقبل بكل شيء إلا في الخيانة، وبالتالي يصدر رسالة واضحة بأنه صاحب المصلحة الأساس في قتل يفغيني. الأمر الثالث، أظن أن ترتيب الأوراق التي تحدث في أفريقيا الآن بالنسبة للقوات فاغنر لم ترضي بوتين، وكأن في الآونة الأخيرة يعني خصوصا بعد ما يعرف بالعملية العسكرية في أوكرانيا بات يفغيني يتصرف بمعزل عن المشورة، يعني سابقا كان يأتمر بأوامر بوتين وكأنه القط المدلل، الآن بات يصرح وخصوصا بعد خروجه أكثر من مرة على وسائل التواصل الاجتماعي بات ويعبر وكأنه يعني لديه حصة في ما يحصل في بقوات فاغنر، وبالتالي وجدنا أن هناك نوع من خطاب الكراهية بينه وما بين وزارة الدفاع، الاتهامات، بعض العبارات البذيئة باتجاه وبعض الاتهامات بأن هذه العملية عملية فاشلة وما شابه. أعتقد أن ظهوره الأخير من أفريقيا كما قيل بات يوضح بشكل أنه رجل مرحلة وأنه يقدم نفسه على أنه زعيم، صحيح أنه يتكلم بمقدار يعني واضح أنه يتكلم باسم روسيا وبعظمة روسيا وبمقدرات الدولة الروسية، ولكنه كان يعبر كأنه هو الزعيم الروسي يعني القادم. هذا الأمر لا يمكن أن يقبل به بوتين، ولا يمكن يعني أن يعني يظهر من أي شخص مهما علت رتبته على الساحة الروسية أنه ينافس بوتين. بوتين استطاع أن يقنع الجميع أن من ينافسه يجب أن يكون تحت التراب. لذلك أنا أعتقد أن يفغيني بريغوجين هذا يعني هو استعجل قتله، يعني عملية تدبير قتله، وأن هذه العملية التي دبرت بشكل واضح وجلي أنها ضمن الأراضي الروسية وبإشراف الدولة الروسية وبإمكانيات الدولة الروسية. كيف السبيل إلى ذلك؟ هناك أكثر من سيناريو سنتكلم عن ذلك، كيف تمت العملية، ولكن مهما كانت هذه العملية وكيف حصلت وبأي أدوات لابد أن تكون عبر توافق أو قبول من الدولة الروسية
كون أنها وقعت في مطار روسي انطلاقا من مطار موسكو باتجاه سان بطرسبورغ وعلى الأراضي الروسية وضمن ما يعرف بحالة حرب تعيشها روسيا، وبالتالي هناك الكثير الكثير من الاحتياطات الأمنية. كيف مرت هذه الاحتياطات؟ إذن المستفيد هو بوتين والدولة الروسية، والقادر على القيام بهذا العمل أيضا هو بوتين والدولة الروسية. يعني حدثت هذه الحادثة ما بين يعني أهم مدينتين في روسيا موسكو وسان بطرسبورغ، وكأن من يريد أن أو الرسالة التي يرسلها بوتين أنني بالفعل أنا من هي من منطقتين وأنا من فعلت، ولكن رغم أنه لم يحدث بروباغندا، لم تخرج الحكومة لتقول أن شهيد الوطن، هذه الأشياء لم تحدث، لذلك البعض يتخوف. ولكن السؤال الأهم، هل هذه الضربة هي ضربة لرئيس مجموعة فاغنر بحد ذاته يريد الانتهاء منه، أم لأن ديمتري أوتكين الرجل الثاني قتل معه وفيتالي تشيكالوف قتل معه ورئيس قسم تحركات فاغنر، هذا يعني أنها ضربة لفاغنر كله؟ فريق جديد لفاغنر، يجب أن ينسحب الفريق القديم وليس فاغنر كلها. فريق، لا، أنا أدعي أن فاغنر كقوات مرتزقة هي ستعمل تحت أمرة من يقدم لها المال. الآن هناك فريق يدير ويسوس فاغنر، الفريق القديم أراد بودين تنحيته بالمجمل وأراد أن يكون هناك فريق آخر. طبعا هذا الفريق آخر تم الإعلان عنه منذ فترة ولكنه حتى هذه اللحظة مختفٍ. أعتقد أنه بات الآن يعني الظروف جاهزة بالنسبة له من أجل الظهور من جديد. إذا قوات فاغنر هي قوات مهمة بالنسبة لتشكيلة بوتين ولطموح بوتين في خارج روسيا، سيما إذا علمنا أن قوات فاغنر تتدخل في مناطق يعني لا تريد روسيا أن توصف أنها تتدخل فيها. في ليبيا على سبيل المثال تدعي حتى هذه اللحظة الدولة الروسية أنها لا تتدخل، وأن قوات فاغنر يعني أتت بناء على عقود وأنها شركة أمنية بينها وبين قوات حفتر. أيضا بالنسبة لدول وسط وغرب أفريقيا تواجد قوات فاغنر تدعي بأنها أيضا بتوافق ما بين يعني الانقلابات العسكرية التي جرت هناك وما بين قوات فاغنر. إذا بالنتيجة الدولة الروسية لا يستطيع أحد أن يجرمها بأنها متورطة بعملية إدخال قوات لجيشها في الأراضي بعيدا عنها مثل أفريقيا، ويمكن أن تصنف هذه قوات احتلال وتدخل في أراضي الغير. الآن هذه الأمور يعني تغطى عن طريق ما يعرف بمرتزقة فاغنر. قوات فاغنر ليست قوات تمثل الجيش الروسي وبالتالي تستطيع التدخل، ولكن ما هي نتائج هذه التدخلات؟ طبعا تصب لمصلحة بوتين ولطموحات بوتين ولطموحات الدولة الروسية التي يسوسها بوتين. إذا بالنتيجة أنا أعتقد حقيقة أن قوات فاغنر هي جهاز يلزم بالنسبة لبوتين وإدارته، ولكن قيادة فاغنر السابقة يجب أن تنحى ويجب أن يتم استبدالها. لا يستطيع بوتين أن يجري تنحيتها بقرارات كون أنها شركة خاصة وأن هؤلاء ممولين وإداريين وقياديين ومؤسسين. الآن عندما يغيبهم الموت بعملية في مفبركة مسرحية سمجة، أعتقد أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى من تشكيل يعني بروز القيادة الجديدة. وأما بالنسبة للقوات فأعتقد أن القوات ستسلم لأي قيادة بالنسبة لها، لأن جل ما يعنيها الآن هي من يؤمن لها المال، من الذي يدفع لها من أجل الاستمرار. إذن قوات فاغنر هي قوات مرتزقة لا تنتظر أن يكون، ليس لديها ولاء لقيادات أو لأشخاص وإنما الولاء للمال. وأعتقد أن قوات فاغنر الماضية التي تم تنحيتها بحادثة الطائرة المفبركة هذه، أعتقد أنها قامت بمرحلة حوالي 9 سنوات منذ عام 2014 عندما تدخلوا في القرم وحتى تاريخ اليوم انتهت مرحلتهم. الآن مرحلة لقيادة جديدة، ولكن من المفترض أن بوتين سيتدبر الأمور بشكل أدق من السابق. لن يسمح لي أن يتكرر حادثة يفغيني بريفوجين بأن يتمرد أحد الأشخاص أمامه بالصوت والصورة. لذلك أعتقد أن بوتين سيشرف على هذه القوات بشكل غير مباشر، ولكنه هو الأساس في الإشراف على القوات القادمة.